صباح الخير. دلوقتي فلوران رايحين فاكسيرا ده مكان بيدوا فيه التطعيمات او الفاكسينز بتاعت اي حاجه. رايحين تحديدا عشان ناخد الفاكسين بتاع فيروس بي، لان احنا دلوقتي داخلين سنه رابعه. السنه الجايه هنتعامل مع بيشنتس، مع مرضى، نتعامل مع اللعاب بتاعهم بشكل مباشر. والفاكسين ده والتطعيم ده مش بيتاخد مره واحده، يعني هو بيتاخد على فتره كبيره جدا، 4 جرعات تقريبا. بين كل جرعه والثانيه في شهر، ما عدا اخر جرعه في بينها 6 شهور. فالموضوع لسه ايه، مشوار طويل يعني. فيروس بي ده من اخطر الفيروسات، كمان الاصابه بيه سهل، ممكن حته رذاذ بسيطه فيه في العين دي تسبب الاصابه لوحدها. فالموضوع يعني مرعب. هو موجود في مصر، هو ماشي مش منتشر في مصر، بس هو موجود. فعشان كده كل الناس اللي في الكليه عندنا تقريبا تاخد الفيروس ده، تاخد الفاكسين ده دلوقتي علشان السنه الجايه لما يبداوا يتعاملوا مع بيشنت. والمنطقي والطبيعي ان اي حد في الميديكال فيلد عموما ياخد الفاكسين ده او اي فاكسين تاني يعني له علاقه برده بالمجال، طالما بتتعامل مع بيشنتس او بتتعامل مع مرضى بشكل مباشر وانت ما تعرفش الناس دي عندها ايه. هو فين بقى؟ تعالى نسال اي حد. عزيز، انا اول مره اجي المكان ده بصراحه. بس هو هنا بقى فين بقى؟ هنا لقينا حد يقول لنا على المكان. العماره اللي جايه على الشمال الدور الاول، يعني هنا ولا هنا؟ يا عشان يا دي عماره. No one literally no one. هي هو احيفا كل ده عشان ساعة بدري. انا صاحي من 12 وانا صاحي من 12. مين اللي قال لك ان هو بيقفل 4؟ جوجل اللي قال لي بيقفل 4. ما تيجي نطلع نشوف. ما احنا هنطلع نشوف، يلا بينا. شغالين ولا ايه؟ اسم حضرتك؟ محمد محمود. في جدولين، جدول اسمه هاي ريسك وجدول اسمه كلاسيك. الهاي ريسك ده ريكومندد في الميديكال فيلد كله، فتحبوا تاخدوا ايه، الهاي ريسك ولا الكلاسيك؟ الهاي ريسك يعني. بواسوس برضه معاه. الله اعلم فيهم ايه. ليش نفسك بس؟ هو ربنا يستر. المهم دلوقتي نروح ناكل، و اهم حاجه نقعد على القهوه. بس يعني اكشلي كانت تجربه لطيفه، قلت اشاركها معاكم وبس. مفيش اي حاجه تانيه في الفيديو النهارده. سلام.